لليوم الثالث على التوالي تستمر فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 والذي يعود للقارة الإفريقية بعد غياب دام أكثر من 20 عام. وجاءت فعاليات اليوم لمناقشة توطين أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي. سعداء بوجودنا في منتدى الحضر العالمي. مصر طبعا بتستضيف هذا الحدث بعد عامين من استضافة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، دليل على التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف اللي الدولة المصرية حريصة عليه دائما. يمكن عدد المشاركين السنة دي يعتبر أكبر عدد في يعني في 20 نسخة الخاصين بالمنتدى، دليل على اهتمام الكل بالاستدامة، بالتحضر، بالتنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية. بنشكر التعاون الكبير جدا من كل القائمين على إنجاح هذا المنتدى، وزراء الإسكان، وزارة التنمية المحلية، والحقيقة الدولة دائما يعني بتسعى ان وجودها في المحافل الدولية مش فقط في مشاركتنا في الخارج، ولكن استضافة كثير من العالم هنا في القاهرة. بندير كل المشروعات الحالية اللي خاصة بالمجموعة من خلال الأفكار الذكاء الاصطناعي، وده عمل توفير كبير جدا في الطاقة، في الكهرباء، في المياه، في العناصر البشرية اللي بتستخدم في عملية الإدارة بتاعت المدن. الحمد لله ان احنا النهاردة وانا بتكلم مع حضراتكم عندنا مدن داخل مصر يقطنها 1.2 مليون مواطن مصري داخل مصر. احنا خلال ال7 سنوات القادمة هنصل من خلال نور ومن خلال مشروع الساوث ميد هنصل إلى حوالي 2 مليون نسمة هيكون بنقدمهم للمجتمع الوطني بيقتنوا هذه المشروعات. هذه المشروعات بتدار بكل أنظمة الذكاء الاصطناعي. فكرة دراسة السوق بشكل جيد جدا وخلال دراسة احتياجات السوق المصري ان احنا نحقق مبيعات عقارية سنة 2024 ما يربو عن 470 مليار جنيه، وده بينقلنا إلى الشركة الأولى على مستوى الميدل إيست، على مستوى الشرق الأوسط، متعدية كل الشركات الكبيرة اللي موجودة في الشرق الأوسط، فده بيحطنا في رانكينج عالمي كبير جدا. الكلام ده ما كانش يتأتى إلا من خلال الدعم الكبير اللي احنا بنلاقيه من خلال الحكومة المصرية والنظام المصري، من خلال الشراكات اللي احنا عملناها، من خلال الشراكات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. شركة حسن علام سعيدة جدا بالمشاركة في مؤتمر زي كده. احنا ده بيساعد ان احنا نوري قد ايه احنا عندنا التزام بان احنا نساعد في مواجهة التحديات الكبيرة اللي موجودة في التنمية في افريقيا عامة وفي المنطقة. احنا شركة فوق 90 سنة، فاحنا بنفتخر جدا بتاريخنا وفي حياتنا كشركة 90 سنة. من احد الشراكات او انجح الشراكات اللي موجودة عندنا كشركة بتبقى ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، فبالنسبة لنا ده طبعا حاجة مهمة جدا. ساهم طبعا في كتير في تنفيذ المدن الجديدة زي العاصمة الإدارية، زي مدينة العالمين. دي بتخلق فرص شغل لناس كتيرة جدا، بتحسن المستوى معيشة الأفراد اللي موجودة، وبنحاول بقدر الإمكان احنا نتأكد ان التصميم والتنفيذ يكون بينتج عنه مدن مستديمة.